هي صورة لحسين حسام، شاب في 18 من العمر قتل برصاصة في الرأس يوم الجمعة على يد قناص أثناء تظاهرة في شوارع بغداد. سكان الحي يحملون جثمانه إلى منزل عائلته لوداعه. ولكم هذا ثلاثة قلب الحكومة، شو تسوي؟ شو تسوي؟ راح ترجع ليها، راح ترجع ليها، من الله لا يظلم. حسين وأصدقاؤه كانوا في تظاهرة تطالب بحياة أفضل. كان الإنسان كلش بسيط، كان كل حلمه يعني يملك بيت ويملك شغل ويتزوج. لأن ثلاثة خسارهن. ليس بعيدا من هنا في منطقة كامب سارة الشيعية عالم آخر أسود. أحمد ذو 28 عاما كان أيضا ضحية رصاص قناص. رجال قاعد ويانا، رجال كبير طلع عمره 40 سنة هيجي، طلع برا دي داخل وقف بليغاد من الشارع، ضرب قناص برجله، رجال ثقيل ما قدر يمشي وقع، كمل عليه ضربه براسه. ابن عمتي طلع جايده يشيله دنج، كمل عليه ضربه هنا براسه لأحمد. يبقى سؤال: من المسؤول عن رصاص القناصة؟ تؤكد الحكومة أنها فتحت تحقيقاً في هذه الوقائع لتحديد هوية المسؤولين.